C'est des gens qui sont engagés depuis toujours, le Habib Hassania, et dans l'élan socio-économique dans lequel s'inscrit actuellement la ville de Gagné dans la région sous-Nassa. Des compétences managériales, on trouve pas mal, je suis allé à l'image. Une équipe expérimentée, parce qu'on peut le voir, d'ailleurs, un même tir à l'Nadi ou la tir à l'Ukrawale. Un projet, le projet bien, c'est un projet intégré, une vision stratégique. C'est une science, et en haut, la stratégie de Jain, Awalan, et en haut, Jain, sauvetage en urgence, ou même Bach, Ranir Ton, Jami, Jayaki, et Ranir Moulikoum, Bach, Hassani, Al-Azia, pour rappeler اولا كما قلتي هذه غمار ومغامره ولكن الحمد لله فاش تكون محزن بالرجال راه 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 اوتوماتيكمون تقدر تمشي لهاد المغامرات وهاد المخاطر اللي هي ان شاء الله غتكلل بالنجاح وبالحلول اللي هي واقعيه. وحنا ما جينا هنايا حتى انه عندنا اولا ايماننا بانه راه غادي نتمكنوا ان شاء الله باش نخرجوا الفريق من هاد المشاكل اللي فيها. واول حاجه غادي نديروها كما قلنا هو غادي نكبوا على الفريق الاول باش نحاولوا نقدوه من النزول للقسم الوطني الثاني. وثانيا موازاة مع ذلك غيدار واحد لو دياغنوستيك ان شاء الله ديال جميع الهياكل ديال الحسنيه والمشاكل اللي فيها، ومن بعد ذاك دياغنوستيك ان شاء الله غادي نخرجوا باهداف مسطره على المدى القريب، المدى المتوسط والمدى البعيد، ياك مواكبه مع هذا البرنامج اللي سطرناه اليوم ومع هذه الطريقه تاع التسيير المقاولاتيه اللي جينا بها. دخلنا هذا الغمار معلوم ما دخلناش غير هكا خاوي، دخلنا اولا بضمانات والدعم ديال جميع المنخرطين، اغلبيه المنخرطين داعمينا، وثانيا الدعم ديال المؤسسات اللي طرحنا عليها هذا المشروع ديالنا وعطاونا ضمانات على انه ان شاء الله الى طلعنا ونجحنا راه غادي يواكبوا هذا المشروع حتى الـ حتى الـ حتى الاخر محطه ديال الحظوظ. ماشي قويه، ما جيناش هنا حتى انه الحظوظ قويه وقويه جدا كما قال السي رشيد البطاح قبيله، حنا اما ان نفوز او نفوز لا خيار. هذه عملية ديمقراطية ومحطة تاريخية مهمة بالنسبة للنادي عريق حسنية أكادير. أول خطرة تطرحوا جوج تاع اللوائح منافسة تنظن بأن هذه مسألة صحية بالنسبة للنادي، وحنا الهدف ديالنا كما قلت لك هو أنه نحطوا الأسس باش النادي يمشي في الطريق الصحيح بغض النظر على الشخص، لأنه هذه السنوات الفريطة تنسمعوا بزاف كثر سمية الشخص كثر من سمية كثر من البرنامج كثر من الهياكل واش تقادوا كثر من الفريق واش عنده أهداف وزيد. إذا حنايا مأمنين بالحظوظ ديالنا وإن شاء الله يكون خير نهار 23.